السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية الإخوان والأخوات وتحية لجميع النظارة الكرام والمتتبعين كاملين بدون استثناء، تحياتي لكم الإخوان. المهم الإخوان والأخوات سمحوا لي ما بقاش كنلوح الفيديوهات بزاف نظرا للظروف، بعض المرات كنكون ما مساعدانيش الظروف. اليوم نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وبغيت نطمئن عليكم وبغيت نقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. وتحية للإخوان كاملين اللي كيسولوا فينا واللي كيصيفطوا لنا ميساجات عبر الفيسبوك وعبر الواتساب وكاملين. المهم الإخوان اللي تيسولوا فينا هنا في التعاليق عبر الفيديوهات في اليوتيوب، تنقول لكم تحياتي لكم، عواشركم مبروكة، والله يدخلوا بالصحة والسلامة، والله يدوز لكم هذا العيد بخير وعلى خير، وتحياتي لكم كاملين. المهم هذا الفيديو درتو غير باش نشكركم واطمئنوا عليا. المهم كاين كان سول فيا واحد السيد، كنت كونيكت معاه في الماسنجر، وكان ديجا اشترك معايا مسكين في القناه، وقال لي ما بقيتيش كتلوح، بغيت غير نسول فيه حتى هو، كنقول ليه تحياتي ليك اخويا. المهم انا دابا في واحد المكان واحد الطبيعه اللي هي طبيعيه، واحد المكان اللي هو طبيعي وخلاب، تحياتي لكم كاملين. والعشيه هذه المهم جينا نشوفوا هاد الشجيره هذه ديال هاد الكرمه هذه، كما كتشوفوا راه تيكونوا فيها كريميصات، لابد ما نلقاو شي كريميصات، حيت كيجيو لي هاد الدراري باش ينتفوه، يعني ما تيبقاش بزاف كما تتشوفوا الاخوان والاخوات. وكنقول لكم تحياتي لكم وعواشركم مبروكه. المهم الاخوان غادي نجبد واحد الكريميصه، ها هي كما كتشوفوا، ها هي واحد الكريميصه، ها هي طايبه وزوينه حلوه. المهم غادي نذوق اول عام غادي نذوق، او ماشي اول عام، اول هاد العام هذا غادي نذوقوا هاد الكريميصه هذه كما كتشوفوا. ها انتم الاخوان كيفاش دايره. المهم شوفوا واش الا تكون مدوده ولا شي حاجه، المهم ناضيه مزيانه. ها انتم الاخوان والله الا حلوه وناضيه. ها واحده اخرى، ها هي واحده اخرى كما تشوفوها، راه كاين ما يدار. ها انتم الاخوان والله الا طايبه وحق الله العظيم، طايبه ناضيه. نشوفوا عاوتاني الا بانت لينا شي حاجه اخرى، كاين واحد الوحده راه ها الفوق، نحطوا هذه هنا، هذه هنايا الطماطه، وهذه الا بغات تجبد لينا ولكن بعيد علينا. خاصني نطلع عليها الفوق، راه فين هي. المهم تحياتي لكم الاخوان، ولا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوناش الاخوان بالدعم ديالكم، وتحياتي لكم كاملين بدون استثناء. المهم ها انتم كما تشوفوا، شوفوا معنا لوطوروت، ها هي كما كتشوفوا لوطوروت، ها هي الطبيعه الاخوان والاخوات، راه البلاصه فين ساكن انايا، ساكن لها كما كتشوفوا هذاك الريزو، راه فين هو شو الريزو، راني ساكن حدا الريزو ديال الانويد. المهم كما تشوفوا الاخوان ها انتم، ها المنطقه اللي كنا نسكن فيها حدا الغابه، راه قريبه للغابه، مدينه الصخيرات قرب
قرب الشياحنة، المهم محسوبين أنا دوار الشياحنة، قرب وادي كم، قنطرة ديال وادي كم راه كتلقى من ليه. المهم تحياتي للإخوان كاملين، والله العظيم إلا شحال هذا ما بقيت كنلوح الفيديوهات. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسوناش الإخوان والأخوات بالدعم ديالكم. والله العظيم إلا بغيت غير نوصل هذه القناة هذه نوصل غير 1000 مشترك ونكمل ديك 4000 ساعة، كملت ما كملتش المهم ماشي مشكل. المهم بغينا الإخوان والأخوات يتعاونوا معنا، وتحياتي لكم الإخوان، وسلام الله عليكم وعواشركم مبروكة إن شاء الله، تعودوا بالصحة والسلامة. واليوم عرفات، والله العظيم أنا اليوم ما صمتش صراحة، جاني شوية الصهد وما قدرتش نصوم، ما عرفتش غدا واش نصوم ولا والله ما عرفتش. المهم كنا نبلغ لكم السلام كاملين بدون استثناء، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وناكلوا هذه الكريميصة هذه، تحية للإخوان كاملين، وما تنسوش خوكم بالدعم، جزاكم الله خيرا. سلام.